هذه قطه يبا؟ لا ياسم، ياسم باقي شركه ياسم. والله والله لازم تقول كنت يا يا دغمه يا طجمه شو اسمها؟ عبد الله، تقول كل شيء فداك وتحب كل شيء فداك. السبحه مقلع، السبحه يا رجال ظهرت المحبه. يلا روح، نسينا الكركم، قسمت لك منها. وش الفقره اللي الله يجعل يومي قبل يومك؟ ما تنفع ما تنفع. وش الفقره ذي؟ والله احس اني بصراحه اصير مجنون. والله اساس انك صاحي. هو صاحي شوي انا، على الاقل فيني ذره صحاء. حلو الله يتمها. امين. دام باقي فيك ذره صحاء نسحب البرنامج قبل لا تنهب يعني. ان شاء الله. انا ودي اصير مجنون صراحه. ودي اصير مجنون. مجنون؟ جات اختي عيوش ويه 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 ويه، جات اختي عيوش ويه 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 ويه، جات اختي عيوش ويه ويه ويه. لا ما راجع. ما انت تنقد على نفسك انت؟ لا لا انت 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 اللي ترقص. شو يغني عادي؟ انقد عليه. ما رقصت انت؟ ترقص؟ لا ما رقصت، انت اللي ترقص. شو يقول جاهل؟ جاهل انت، جاهل تلعب سيارة عبارتي. يقول اي جاهل. انت الحين صح صح من النوم بعدين اهرج. ايش عقله فيها؟ شو زي انت صاحي حتى تصير كذا؟ يقول يا الجمس يلي غادي لونه ليه؟ والعان صغار شارين بفلوس. الان صار شارين بفلوس. مراجل مدري شو يخيط تلعب سياره. استغفر الله. وين يا ابوي؟ يعقل؟ ما حد قد رشك بالماء؟ حد قد رشك بكرك؟ لا لا، هو يبيها اللي في اللي يبي قبل نص ساعه. وش اللي داخل؟ شنو يبا؟ سلام. السلام يا ابو بدر. هل ايش هالكشخه؟ ما عرفته. ايه الحلاوه دي؟ يا اخوي ما انت معزوم. فقره معزوم فيها غصب عنك، ما رحت خصم غصب عنك تحضر فقره. لا ما حد يعزمك، كل حد يبغى. معزوم مدهار من مهذل وابو دويح. معزومك ومعزومين على شعر الجبل. يا لا مو ذا الباجب. خلاص يا رجل جلسات واجد. روح هذه ريحه خالد. حلوه الذبه؟ حلوه يبا؟ الحين بيوتكم في الكويت نفس البيوت اللي في الصلاة؟ ليه؟ نفسها بالضبط؟ مو كلها. فيها اكشخ، فيها عادي، فيها ترقدون فوق والضيافه تحت ودي. ايه. شوف البيت الدور الاول وش يكون يعتبر؟ مجلس الرجال. صالة للنسوان، المطبخ، غرف مقلط ما مقلط، فوق غرف النوم وكذا. كلها بيوتكم كذا؟ ايه. حلو. حنا والله لو تشوف بيوتنا. ما شاء الله فخمة. كيف؟ ثلاث ادوار. حلو. الدور الاول، لا ما هي ثلاث ادوار، استغفر الله. سبع ادوار. زين. الدور الاول مجلس. حلو. الضيافة. الدور الثاني مقلط. الدور الثالث المطبخ. الدور الرابع غرفة. دقيقة دقيقة ايش قالوا لك؟ اصبر خليك انت الحين اذا تروح الدور الثالث. أيوة. تسوي قهوة تنزل تحت. ايوه. الدور الرابع غرفة حقت نوم كذا بيريحون الضيفان. الدور الخامس الصالة. صالة شنو؟ ايه صالة الطعام والتلفزيون والتريح. زين لما تخلص صالة الطعام جنب المطبخ؟ يا اخي اسمع، هذا عندنا ما لك شغل خلاص. احنا مسويين كذا. صح. الدور السادس غرفة حقت نوم. الدور السابع غرفة نوم. زودنا الدور الثامن ثلاث غرف نوم. في اسانسير ولا كل دور؟ ايش بلاك ايش دعوه يابا؟ كل دور بس في غرفه؟ كل دور غرفه، كل واحد غرفته في اي دور. ها تاخذ راحتك. اذا احنا العائله احنا 20 شخص. ما شاء الله. ها شلون راح يصير البيت؟ يعني كل ثلاثه في غرفه؟ اي حاجه. عائله واحده. انا شفت بيوت، رحت ال رجال المع. شفت البيوت اللي يجي كذا اللي في النص فتحه بالحجر. اي هذه حلوه قديمه ذيك تراث. ما في للحين ناس يسكنونها؟ لا ممكن ما ادري والله. اذا طلعنا بنروح انا وانت نشوف ندور. يلا قدر. بس قبل بوريك بيوتنا عندنا. انت وين بيوتكم؟ حنا
شواص سامع فيها بعيد، ما اقدر اوريك البيت هناك لانه اول شيء مسافه من هنا فيه جبال وثمان ادوار، يعني وين مشوار نروح عشان نشوف ثمان ادوار؟ يعني ما انت مصدقني؟ لا مصدق. حلو بس ودي اشوف. شوف زين عندكم جبال هناك شيء؟ لا. شو رايك عاد؟ حدايق يعني؟ ايه انهار؟ ايه كلور؟ شنو عندكم من هناك من حيوانات؟ غزلان. حلو. زين ارانب. لا ارانب في كل مكان. لا الارانب الاليفه. عندكم الوز اللي شفناه في البحيره. الله. تمنيت والله يعني. اي عندنا كذا. هذه في احلامك كلها؟ لا عندنا كذا. اوكي. وبعد وش عندكم من هناك ترفيه وما ترفيه في شواطئ؟ كل شيء. مثل؟ قطار الموت. هذه وين؟ شواطئ. ملاهي يعني؟ انترلاند. ايش قالوا لك؟ حلو والله. شنو بعد في عندكم؟ كافيات و شنو كافيات؟ شو اسميها؟ وينترلاند. لا كافيات. كافي قهوه. وينترلاند بولفارد. يقول شواص عندهم انترلاند. متعب؟ لا ضفاجك. متعب؟ يقول عندهم شواص عندهم انترلاند. عندنا وينترلاند. عاد ما شفت تري عندهم. ايش عندهم؟ في عندهم يوك. يوك؟ يوك ذا. عندنا يوك في الصراع. والانهار ما توقف. يقول بيتهم ثمان ادوار. ايه. حلو. وقدامهم بحيره فيه وز. عرفت؟ عندهم انترلاند. ما صدقني ترى قلت الدور الاول مجلس. ضيافه. الدور الثاني مقلط. الدور الثالث مطبخ، الدور الخامس غرفة حقت نوم الضيفة، الدور السادس صالة. لا السادس كله صالة. في صالة بس ضيافة وأكل وتلفزيون. مش راضي بقى. أنا الدور السابع والله حسيتكم. إيه غرفة نوم. إيه الدور السابع. الدور الثامن غرفة نوم. عندنا من الحقلان جالسين نسويها. ما فيها سباحة بركة سباحة. ما بقى هبل علي. ها؟ هبل علي ولا شاي. حنا بالكويت تدري كم دور حدنا؟ أربع أدوار. بالكويت؟ ايه سد حجك عندهم اربع ادوار حقيقيه مو كذبيه. لا انا شايف عندهم ذاك اليوم. رحت رجال المع شلت ثمان ادوار من ست ادوار. وين رجال المع وين انت؟ كبير قصر. صلى الله يشفيك عبد الله. شو طالع منها انت؟ من هنا؟ اللهم لك الحمد. واضح. سبحان الله. شوف حلقتك الفقره اللي هناك امس فرق الحين فرق اسمع القاع كل موقف له حقه يعني وش اجي مقدمه ادب على الضيفان يعني لا مو قدب على الضيفان اجل اصدق اضحك مين قال لك ترتدي؟ ايش تبغى اجل؟ امانه لا تاخذ مقلب في نفسك ترى احنا ماشيين لك موضوعك انا الحين قلت انا على الادب احنا تقول ادب مدري تقول خلاص اليوم عرفتك عبد الله ما قلت تكذب ذب حلو اي طيب حلو خلاص شكل على الباقي الله يعطينا ويعطيك حبيبي روح قم هاك يلا شد حلجك لا تعلم أعقب يا عبد الله مو عبد الله اسمع خلاص كيف تبغى كل لك يعني؟ تقول لي عندكم ثمانية أدوار الدور الرابع قلنا صالة الدور السادس الخامس غرفة نوم لك أنت ها؟ كيف عرفت؟ الدور السادس غرفة نوم لا غرفة طعام من راح غرفة نوم غرفة الطعام في الرابع اي صح ايش بك؟ اللي تحت الدور الاول كل مجلس ضيافة ها؟ كم في كم المجلس؟ 50 60 ما عندكم حوض سباحة كبير ولا صغير؟ والله كبرت يا عبد الله حلو 50 60 الضيفان القرية اظن انها 50 في 60 اي نفس كبر القرية قول القرية ولا شيء القرية ولا شيء وش؟ لا القرية فيها حقها انا ابغى احطها بقى جره يقول عندهم حديقه كبيره لا يا وز انت تسميها حديقه احنا ما نسميها حديقه اللي في البحيره احنا ما نسميها حديقه نسميها بستان نفسها يقول عندكم في البستان ريحان لا ما اعرف وش ريحان ذا ورود بالله قصدك غراس احنا عندنا في البستان حقنا ريحان و غلاز اسمه الغلاز ما بتسمونه الريحان والله انا اسمي ريحان والله بتسمونه غلاز اعقب يا راسي الريحان الحالة الغلاز كله غلاز عبد الله ماله يمه تقول كذي ماله وجهه نظره تحترمه
اختلف العجل. تدري ايش يقول لي؟ يقول قدام بيته نهر، النهر هذا ممتد من نهر دجل الفرق. لا الى شواص يوقف شواص. لا يوقف عند باب بيتكم. لا ما يوقف. يمشي. يدور يدور عند البيت. ياخذ وقت تحت. قال لي عنده طياره خاصه. ايه الهليكوبتر حقت بابا. مو بلاي يقول بابا. بابا. ليش بيننا فرق احنا وعيال المدينه ذولا؟ كم عندكم عاملات؟ الخدم؟ 8 كل دور فيه خدام. وكم عندكم حراس عماره؟ 8 8 كل دور فيه حارس. ايش دخل؟ كله حارس عنده غرفته. البوابه اللي تحت ولا؟ البوابه؟ البوابه حقتكم كم فكره؟ حقت البوابه. بوابه؟ 100 في 200. اكون مهندس. اي وش قالوا لك البحيره واحسب حسابها والبستاع. بالله والله مسيول خلي البحيره. تكفى يا عبد الله. السلام عليكم. لا امانه امانه انت اسمي لك وارد. تعني تلدسني. يقول عندهم اكبر قمه جبل عندهم يقصك على قمه. لا والله ما يجي الجبل اللي عندنا الصلعات تعرف يا عبد الله. الجبل اللي عندنا الصلعات. يا رجال فروع على قمه الحين في السعوديه. ليه طويق ما طويق؟ فروع. هذه وين؟ هنا في السعوديه هنا في العالم في الدراسات الاخيره. وين دي؟ عندنا بالديره. شال عين شال حركات حط كحل. كيف بالله؟ والله بالله. الله يطول عمركم. اسمع علم ايش تقول؟ يقول الرجال عندهم في شواص انت وين حتى انا كان؟ يقول عندهم في شواص طول عمر السلامه. اذا ما شفت لك كريت تاكل علك. اتذكر رحت الله يجعلها في الجنه ان شاء الله. ايش بالك؟ اسمع يقول عندهم 8 ادوار. ها؟ عندهم 8 ادوار. ايش 8 ادوار؟ بيتهم 8 ادوار. 8 ادوار؟ عندهم ايه عندهم بستان عندهم حديقه. اجيكم تبغى اجيب اختها عند بحيره. اجيب اختها ما بطلق منها. عندنا بيتنا يطول عمر السلامه 257 دور. عندنا 340 بستان. ما سمى دور طابق. ايه. طابق. عندنا يطول عمر السلامه 7000 شجره فركس. تعرفون الفركس؟ ايه. عندنا يطول عمر السلامه 297 حماطه. تعرفون الحماط؟ سقع الحماط. برشوم. اهل الدين هذاك تحبون سبحان الله مره تحبون البرشو نفس البيت حق عمي نفس اللي قلته عند عمي عند عمك سالقين فكره من بعض اسمع مره تحبون البرشو لا ما اعرفه ما تعرف البرشو انت لا هذا العدب الورد الاصفر يسمونه الورود الياسمين ولا الياسمين كزبره شايف لما يحب الخضار وانت يا حمد تعرف الفركس والله فركس اسمع به عندكم ايش عندكم من الاشجار الفاكهه اللي في الكويت؟ في واجد بس اكثر شيء الريحان شو؟ الريحان الريحان عندنا الله يجعلني في دمي زين مثل قدام البيت خليها لك يا حضر ريحان نسميها حنبخشه ريحان غلاز غلاز هذا غلاز عندكم احنا نسميه مشتر مشتر حنبخشه مشتر مشتر كل من جاني كل من جاني ها اصمع الريحان ذي تشوف الريحان كان عندكم اخر شو؟ تمر تمر ما عندكم تمر نخل لا التمر ما عندنا ما في الجنوب بس بيشه في نخل زينه عرفت ما هو نخل 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 صدق كمان في دمه بلدك خلاص الحين الكويت لا لا في دمه اي دمه صدقت صدقت حتى بالكويت في نخل اي صدقت صدق كمان عندكم عندنا نخل يقول عندهم نهر ممتد الى من نهر دجله والفرات من هو ذا؟ لبيه الجماعه يقولون نخل الخير يلا مشينا توكلنا على الله توكلنا على الواحد الاحد يلا مبارك مشرف مبارك يلا يا ولد يلا